لو لسه يا ابو الصحاب ما شفتش الجزء الاول من توبو تاشي جيم لازم تشوف يا ابو الصحاب. الجزء الاول كان ناري بمعنى الكلمه، وهنكمل ان شاء الله في دي اليوم الجزء الثاني من توبو تاشي جيم. المهم استمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون ما أطول يا صحاب في المقدمات، دي قناة تلخيص الانمي، وهقول لك فيها عن أحسن الانميات والخصها لك كده بطريقتي الخاصة، الانميات المعروفة واللي مش معروفة كمان. فالمهم عشان تنضم لينا يا صحاب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس، ويلا كده خلينا ننطلق في حكاية اليوم، حكاية من أجمل رواية. ليتس جو. جنجيتسو وا كروشيمي تو ايتامي تو موناشيسا داكي غا هادايوتتي. انتهى الجزء اللي فات بان النميمة بتقول ان راس الشمامة شيبي قتل واحد. ازاي اصلا؟ انا ما كتبتش كده، انا ما كتبتش حاجة اصلا. بص كده لقى يوتشي مبتسم ابتسامة شريرة. شيبي بيصرخ بيقول والله ما قتلت حد، والله ما قتلت حد قبل كده. مانابو سينسي بيقول له طب اثبت لينا، طيب اثبت لينا انك ما قتلتش اي حد. شيبي بيقول له مش عارف. قال له دي كذب اصلا، واللي بيكذب اصلا في النميمة بيتعاقب، مش صح كده؟ ايوه، لو اي حد منهم كتب نميمة وكذب فيها واتقفش، الادارة قفشته بياخد عقاب. مانابو سينسي اقترح ان ناخد رأي الالهة والعياذ بالله. طبعا زي ما انتم عارفين الالهة دي بيكون زي فاتحين كده بس في تويتش وعارفين وقاعدين يعملوا كومنتات وتعليقات. شيبي قاعد يدعي صدقوني صدقوني ما قتلتش اي حد، بس 99 منهم قالوا انت كذاب يا شيبي، انت قتلت حد قبل كده. وده بيخلي شيبي في المركز الاول دلوقتي، وبعديه شيهو وكوجوري يوتشي وتنجي بالترتيب. يوتشي بيقرب من شيبي ويقول له ما تخافش يا صاحبي، لو كل الدنيا مكدباك انا مصدقك يا ابو الصحاب. انا عرفت اصلا مين الخاين، وعرفت كمان ازاي نفوز باللعبة دي بسهولة. كمان في خطة شيطانية عند يوتشي. ازاي؟ قولينا طب بسرعة، عايزين نكشف الخاين مين هو. قولينا مين يوتشي. انا مش هقول لكم دلوقتي، لكن الخاين هيتفضح بسهولة بالخطة دي اللي انا هعملها. بما انك انت يا شيبي اكتر واحد عليك دين دلوقتي، وانت في المركز الاول، وبعدين شيهو، وبعدين كوجري، وبعدين انا، وبعدين تنجي. هنعمل التالي، كل واحد فينا هيغتاب نفسه، بس ما عدا شيبي هو الوحيد اللي مش هيغتاب نفسه ومش هيكتب اي حاجة، لانهم كل ما يغتابوا اي حد فيهم بيزيد الدين بتاعه. فلما كل واحد فيهم يغتاب نفسه هيزيد الدين بتاعه، ويزيد الدين بتاعهم كلهم بالتساوي ما عدا شيبي، لان هو كده كده مش هيكتب اي حاجة في البطاقة بتاعته. كده هيزيد الدين بتاعهم كلهم بالتساوي ويوصلوا لشيبي في المركز الاول. وطبعا لو وصلوا كلهم للمركز الاول هيفوزوا باللعبة ويكملوا للعبة التالتة. خطة في منتهى الذكاء. طبعا لو الخاين هنا قرر انه يغتاب شيبي عشان يلبسه في الحيط، هو اللي هيلبس، لان كده هم يعرفوا انه ما اغتابش نفسه. يخرب بيت ذكائك. هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. المهم يوتشي بيقول لهم ها موافقين ولا ايه؟ كلهم قالوا ايوه الا تنجي. تنجي قال له ليوتشي بص انا مش موافق. يوتشي بص له مش موافق ليه؟ في ايه يا اسطى؟ في سبب خبيث كده مانعك انك ما توافقش ولا ايه؟ تنجي قرب منه وقال له قول لي مين هو الخاين ونركز عليه النميمه لحد ما يوصل للمركز الاول ويلبس هو. الحرب النفسيه. يوتشي بس كده الخاين هيكمل لوحده اللعبه الثالثه. ما يكمل يا عم عادي، ايه المشكلة؟ بس لازم تقول لي دليلك والا مش هصدقك. تنجي ذكي برضه مش ساهل. المرحلة السادسة بدأت. المفروض هنا في أربع بطاقات نميمة، لا يوتشي ولا كوجوري ولا شيهو ولا تنجي. وشيبي طبعا مش هيكتب أي حاجة لأن أصلا كفاية الدين اللي هو فيه التيز ده. بس أوبا الأستاذ مانابو بيقول في 10 بطاقات. كله انصدم. إزاي؟ تنجي النصاب طلع كاتب معظمهم. خطة يوتشي خربت. تنجي قرب من يوتشي وقال له خربت خطتك الذكية، يلا قول لنا بقى مين الخاين. لو يوتشي قال تنجي هيفوز يوتشي طبعا، اما لو ما قالش تنجي اللي هيفوز. يوتشي قال له انا كنت بتحايل الصراحة، ما اعرفش لسه هل في خاين اصلا ولا لا. لا يا راجل، طب والخطة والبتاع والخطة الذكية؟ تنجي بسحب شيه وكده وقال له خليكي جنبي عشان نفوز ونخلص اللعبة دي. بيكملوا اللعبة فعلا، ولكن للأسف اللعبة بتنتهي بأن شيهو تبقى في المركز الأول. وتنجي بيقول لها أنا آسف يا شيهو، ما كنتش عارف إن ده هيحصل. يا كذاب يا نصاب، أنت اللي مخطط لده كله أصلا. هو مخطط لكل ده وإن شيهو توصل للمركز الأول عشان هي أكتر واحدة عايز يدمرها حرفيا. اللعبة هنا فاضل فيها جولة واحدة وتخلص، وشيهو طبعا في المركز الأول. يوتشي بيقول ثواني،
جه دور خطتي الحقيقية دي الجولة الأخيرة وكلنا هنفوز ما عدا الخاين. إزاي يا جدع؟ كل واحد فينا هيكتب في البطاقة بتاعته اسمه زائد إنه هيكتب إنه هو اللي تقدم للعبة بفلوس الاتنين مليون، يب فلوس الرحلة. وطبعا الإدارة هنا هتكشف عن حقيقة النميمة دي، وطبعا يا أبو الصحاب كلهم هيتعاقبوا بزيادة الدين لأنه كلهم كذابين ما عدا الخاين اللي هيكتب طبعا نفس الكلام وهتتبين إنه كلامه صحيح. يعني من الآخر تنجي اللي هيلبس في الحيط. أوبا يلا يا الذكاء، يوتشي هنا حرفيا دمر تنجي. تنجي الصراحة اتدمر نفسيا، يوتشي بيقول له تنجي يلا عد انت الاول. تنجي حرفيا مرعوب، دخل ومش عارف يكتب ايه اصلا، بس خلاص قرر انه يكتب زي ما قال يوتشي عشان ايه ما يصيرش الشك ناحيته، وكتب فعلا انه هو تقدم الى اللعبة بفلوس الاتنين مليون ين الرحلة، وكتب اسمه تنجي. بعديها دخلوا كلهم ورا تنجي. الاستاذ منو دخل وقال لهم مفيش غير بطاقة واحدة باسم تنجي. ازاي يوتشي انت مش قلت كلنا نكتب اسامينا ونكتب ان احنا تقدمنا للعبة؟ يوتشي ضحك قال له مش قلت لك هتكشف نفسك بنفسك يا خاين؟ مفيش غير حل واحد قدام تنجي دلوقتي. عرف انه خلاص اتقفش، انهمر بالبكاء وبالعياط. اسمعوني، كان كل اللي في دماغه ان يقول اي حاجة عشان يصدقوه وعشان خلاص يعني يشفقوا عليه، لكن يوتشي بقرب منه وقال له اخترع اي عذر انت عايزه، كده عارفين ان انت الخاين. تنجي مرعوب الصراحة بس اعترف في الاخر انه هو فعلا الخاين. يوتشي اصلا طلع مخطط لكل ده من بدري واتفق مع اصحابه الاربعة ما عدا تنجي. تنجي هو الوحيد اللي ما تكلمش معاه. وقت ما كان تنجي بيكتب النميمة داخل الغرفة كان يوتشي بيتكلم مع اصحابه. يب خطط لكل ده بعد ما اختبر كل واحد فيهم، شيهو عن طريق اسرار كان ما حدش عرفها غير يوتشي وشيهو، وكوجوري نفس القصة. اما شيبي ده برأ نفسه من الاساس لانه اغبى من انه يكون اصلا خاين لما عرض نفسه للفرصة الخاصة، واتفضح طبعا واتفضح ابوه مستحيل يبقى الخاين يعمل كده، مستحيل الخاين يعمل كده. فما فضلش غير تنجي اللي يبقى مشكوك فيه. والضربة القاضية كانت من يوتشي لما طلب من كل واحد من اصحابه ما عدا تنجي الاي دي الخاص بالدين، وكلهم وافق انه يدوه ليوتشي، لكن الخاين مستحيل يوافق انه يدي اي دي الدين ليوتشي لان اصلا الدين بتاعه اقل دين فيهم، ولو يوتشي عرف كده هيتكشف طبعا الخاين بسهولة. يوتشي عمل خطة جهنمية عشان يكشف تنجي. تنجي مصدوم من اللي حصل له، ليه وثقت فيهم كلهم ما عداي انا؟ طب يعني انا عملت ايه؟ مش مفروض تثق فيا برضو؟ قال له عشان انت يا تنجي دايما هادي وذكي، واي خناقة بتحاول تهديها بشكل بسيط، لكن في بداية اللعبة الثانية انت عملت مشكلة مع شيبي، كل ده عشان تزود النميمة عليه ويبقى هو في المركز الاول. بس هنا غريبة، يوتشي بيقرب من مال بيكون بيقول له انا كدبت في المرحلة الخامسة، وفعلا الادارة بتتحرف الوضع وفعلا طلع كذاب وهيشيل دين الكل. ليه عملت كده يوتشي؟ واللعبة هتنتهي بان يوتشي هو الوحيد اللي هيكمل اللعبة الثالثة وان هو في المركز الاول دلوقتي. دي مصيبة اصلا، مستحيل تكمل في اللعبة الثالثة، مستحيل، لازم تيم كامل. اصحابه انصدموا، انت ازاي تعمل كده اصلا؟ انت مش المفروض تنجي هو اللي يبقى في المركز الاول وهو اللي يتعاقب بان هو الخاين وياخد الدين الكلي للمجموعة؟ يوتشي قال لهم انتوا عايزين تسامحوه، لكن انا عايز اكمل اللعبة التالتة، كده مش هتفرق معايا. انتوا لو عايزين تسامحوه براحتكو، اما انا لازم اكمل لان عملت حاجات فظيعة محدش يعرف عنها حاجة غيري طبعا. ولو قلت لكم قبل كده ما كانش حد فيكم هيبقى صاحبي. فاكرين لما قلت ان شيبي قتل واحد قبل كده؟ دي كانت الكذبة، في الحقيقة انا اللي قتلت ناس قبل كده. الادارة بتحقق في الموضوع وطلع فعلا يوتشي قاتل 3 اشخاص قبل كده وهيكمل اللعبة الثالثة لوحده. مانو بيكون بيقرب منه بيقول له انت تعمل كده ليه يا عم؟ انت كده في ورطة اصلا، اللعبة الثالثة صعبة جدا، صعبة تكملها لوحدك. بيضحك وبيقول اخيرا هبقى لوحدي واطلق العنان لنفسي وادمر اللعبة بالكامل مع الادارة. لا جامد يلا. يوتشي بيقرب من الحافة وهينتقل خلاص للمرحلة التالتة او للعبة التالتة، بس مانابو سينسي بيقول لهم في حد ناوي يكمل مع يوتشي ولا لا؟ كل اصحابه مرعبين لان يوتشي اصلا قاتل متسلسل قاتل 3 اشخاص قبل كده. يوتشي هيكمل لوحده، بس تنجي فجأة كده بيندفع بيقول له انا كدبت كمان في مرحلة من مراحل اللعبة. وطبعا الادارة بتحقق في الموضوع وطلع كلامه صح، وهنا هيكمل مع يوتشي في اللعبة التالتة. يوتشي بينطلق مع تنجي
للعبة الثالثة، وبيفوق في مكان مظلم مع صوت منبو اللعبة، بيقول لهم هتفضلوا هنا لمدة 72 ساعة في الكهف المظلم ده، ومعاكوا ازازة مية واحدة. لا كتير الصراحة ازازة مية واحدة، يعني ما شاء الله. تنجي بيعترف ليوتشي بالخيانة وانه فعلا عمل كده، بس كل ده عشان يدمر شيهو تماما، وان دي تاني مرة لي داخل اللعبة دي. تاني مرة داخل لعبة تومودشي جيم؟ يب، لانه شارك قبل كده في اللعبة دي. قبل الثانوية كان لي اعز صاحبين، واتفقنا ان احنا نعمل مشروع ونكسب فيه شوية فلوس كده وتمشي حالنا، وكنا شغالين تمام لحد ما في يوم كده جيت شيهو للمدرسة اللي انا كنت فيها، وطبعا هنا كان تنجي مع اصحابه. تنجي اصلا هو وشيهو كانوا اصحاب من ايام الطفولة، اصحابه الاثنين غيرانين جدا، ازاي تنجي يعني عندك جيرل فريندس واحنا لا، ازاي يعني؟ لحد ما في يوم من الايام اغمى عليه فجأة في الشارع، ولقى نفسه في لعبة الاصدقاء دي اللي تيمودشي جيم مع اصحابه الاثنين. يب، واصحابه ضحوا بيه للأسف ودينوه بعشرين مليون ين، كل ده عشان يدوا لشيهو فلوس المكسب من اللعبة. بس الادارة في الاخر بيطلقوا صراحة تنجي بشرط واحد، انه ما يقولش لأي حد على اي حاجة من اللعبة دي. وقابل اصحابه بعديها، انتوا ازاي تضحوا بيا كده عشان الفلوس؟ ازاي؟ هي فين فلوسنا اصلا؟ فين فلوس الشغل بتاعنا؟ فين فلوس تعبنا يا راجل انت وياه؟ بيقولوا له معلش يا تنجي، احنا اصلا ضحينا بيك اصلا عشان ناخد الفلوس دي كلها ونديها لشيهو. تنجي هنا حقد على اصحابه وعلى شيهو كمان، كل ده بسبب البنت دي. بس تنجي اصحابك هم الغلطانين مش شيهو، صح كده ولا؟ مش هم اللي خانوك وهم اللي قدموا فلوسهم كلهم لشيهو؟ هم سمب، نعملهم ايه؟ بس تنجي هنا بيقرر قرار ان يقول لابوه الشخص الوحيد اللي في العالم اللي بيثق فيه، وانه نكث هنا بوعد الادارة انه ما يقولش لاي حد عن اللعبة دي. المهم ابو تنجي بيقول انا لازم اتكلم مع ابو شيهو صديقه الصدوق عشان يناقشوا في موضوع ازاي يخطفوا الاطفال كده ويخلوهم يشاركوا في العاب ممنوعه. بس الصدمه هنا ان ابو تنجي مات بعديها بيوم مقتول، وهنا تنجي شك ان شيهو هي اللي عملت كده، وكمان جاته رساله انه يبعد عن شيهو تماما والا هيتخلصوا منه. طلع الموضوع عميق يا صاحبي، عشان كده اصلا دخلت اللعبة وورطتها عشان اكشف شكلها الحقيقي. تنجي معاه حق في الاخر، لان ابوه اتقتل بسبب شيهو، ولحد دلوقتي مش عارفين مين هو الخاين الحقيقي. تنجي بيحاول يقنع يوتشي انه عمل كده، بس يوتشي مش مصدق كلامه، فتنجي بيقوله طب لو مش مصدق راجع الدين الحالي، والدين الحالي طلع 10.8 مليون، وان في حاجة غلط فعلا، واحتمال كبير ان شيهو كانت بتكذب بشأن الدين بتاعها. وبيتأكدوا فعلا، ويحس يوتشي ان في حاجة غلط بس لسه مش مقتنع. تنجي بيقوله طب انا ديني دلوقتي 2.1 مليون ين. قال له طب انا مش مصدقك برضو. تنجي فصلت معاه، قال له طب ها، ووراله على طول يا ابو الصحاب الاي دي بتاع الدين، وطلع فعلا معاه 2.1 مليون ين، واتضاعف دلوقتي ل 4.2 عشان وراه طبعا لحد او في حد شافه، وطلع كلام تنجي صح وشكل شيهو بتكذب فعلا. بعد مرور 72 ساعة، 3 ايام يعني، اللعبة الثالثة بتبدأ، وهنا بيقابلوا الرقيب مانابو كون. واو، هنا كلهم اسمائهم مانابو بس اختلاف القاب، الرقيب، اللعبة، سينسي. يا الو، اللعبة الثالثة هيبقى فيها فريقين، فريق يوتشي اللي هو الفريق جي، والفريق الثاني هو فريق كي. الفريق الثاني ده هيبقى فيه 5 اشخاص جداد من مدرسة مختلفة تماما. اللعبة هتبقى الغميضة، ها؟ ايه ده؟ يعني كل فريق هيختار واحد وهيبقى المطارد، ووظيفة المطارد ده انه يستخبى في مكان من الغابة العملاقة دي، ولازم التيم الثاني او الفريق الثاني يحاول يلاقي المطارد ده، ومجرد ما يلاقيه هيفوز باللعبة. وباقي افراد التيم هيبقوا الملاحقين، وهم وظيفتهم الوحيده زي ما قلت لك يلاحقوا المطارد ده، ولازم يدوروا عليه ويفوزوا وبس كده. بس هنا مفيش عدل اصلا، يوتشي فريقه بس مكون من 2 يوتشي وتنجي، اما الفريق الثاني فريق كي مكون من 5 افراد. الرقيب مانابو بيقول انا ماليش دعوه، هي كده القوانين لازم تلعبوا، بس في شرط غريب هنا، اي حد من اي تيم يقدر يبدل للتيم الثاني. ها، هتفرق فيه يعني؟ قال لك انت لو بدلت للتيم الفايز دينك ده هيروح منك ويروح لتيمك الاصلي، يعني من الاخر هترمي دينك على تيمك وتروح للتيم الفايز، فكده يا تختار الفلوس يا تختار صحابك. يلا عشان نبدا اللعبه الثالثه. بس ثواني، الرقيب هنا بيقترح بما ان فريق يوتشي ناقص للدرجه دي، الاداره قررت تديكوا هديه، في بنت ممكن تنضم ليكوا، ها عايزينها ولا لا؟ تنجي بيعترض وبيقول لا مش عايزين، مش عايزين حد تاني، لان ممكن تبقى خاينه لينا وممكن تبهدلنا وتخسرنا. لكن يوتشي بيوافق وبيقول ان ده في مصلحه الفريق، لان فريقهم كده كده قليل.
طلعت الإدارة هي اللي بعت البندي، والبندي دي اسمها ماريا، وظيفتها انها تراقب يوتشي لانه قالها يدمر اللعبة ويدمر الإدارة، فعايزين يراقبوا حركات وتحركات يوتشي. اللعبة الثالثة بتبدأ. القواعد بسيطة، ممنوع استخدام العنف في إيجاد المطارد، نقل المطارد ممنوع منعا باتا من مكانه، مجرد ما يستخبى يفضل مكانه لحد ما تنتهي اللعبة، ولو خالف القواعد الدين هيتضاعف وهيخسر التيم بتاعه. كل واحد فيهم لازم يستخدم موبايل ويتصل بصحابه لو عايز من الفريق. الأكل هيبقى موجود بس بكميات كبيرة جدا في مكان واحد وسط الغابة، مجرد ما تبدأ اللعبة تقدروا تاكلوا. يا أولادنا الصعبة، عارفين انه مجرد بس ما تبدأ اللعبة المطاردين ممنوع يروح المكان ده، لأن لو راحوا هناك التيم التاني هيكون في الانتظار وكده هيخسروا. ديم يا الفكرة. فلازم الملاحقين هم اللي يوصلوا الأكل للمطاردين من التيم بتاعهم طبعا. انسحاب موجود، كل تيم معاه زر للانسحاب وممكن يضغط عليه وهيخسر التيم بتاعه ويخسر هو كمان. التبديل طبعا مسموح من التيم بتاعك لتيم المنافسين. يوتشي وتنجي بيلاقوا مكان داخل الكهف فعلا، مكان صغير كده، ويوتشي بيقول لتنجي ان انت اللي هتبقى المطارد ولازم تستخبى وهتخلي معاك زرار الانسحاب ده، وهو هيحاول يلاقي التيم التاني مع البنت ماريا. المهم وافق على كده، وتنجي بيقول له اوكي تمام انا واثق فيك يا يوتشي، انت الامل الوحيد ليا عشان انتقم لابويا. يوتشي بيطمنه بيقول له تمام يا صاحبي انا معاك، ويلا كده خلينا ننطلق. وفعلا انطلق يوتشي، بس مر يومين يا صاحبي بدون ما يوتشي يتصل ولا حتى يرجع لتنجي. تنجي هيموت حرفيا من العطش والجوع، ما كلش اي حاجة لمدة 5 ايام. بس ازاي ما اتصلش بي حتى يطمن؟ ثواني، ده ممكن يبقى اللي في بالي، ده ممكن يبقى خان عشان انا خنته قبل كده في اللعبة التانية. لا 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 لا، هنا تنجي بينهار من الشك، دماغه هتنفجر، شكل يوتشي انضم للتيم التاني التيم المنافس وهيخسرني لوحدي كده وافضل. بس ثواني، انا ممكن اتصل بيه دلوقتي، اتصل بيه حالا واعرف منه كل حاجة. وفعلا اتصل بيه بس يوتشي مش بيرد. اوبا، اتقطع الشط باليقين، الشك بالطين، قصدي الشك باليقين، مش بيرد. يوتشي شكله ضحى بتنجي، تنجي منهار حرفيا. بس فجأة الموبايل بيرن، يوتشي فعلا هو اللي بيتصل. تنجي فرحان، اخيرا اتصل بيه، انت فين يا عم؟ لسه بيرد لوين واحد من التيم المنافس بيقول له يوتشي قرر انه ينفصل عن التيم بتاعك ويجي معانا. ازاي ده؟ قال لي انه هو بيبحث عن المطارد حاليا من التيم بتاعكو. لا لا لا، يوتشي دلوقتي قاعد جنبينا جنب الاكل مع البنت وشغال اكله مرتاح وزي العسل. تنجنجن حرفيا، ده فعلا خاني. بس قرر انه يصبر ويستنى شوية ويثق بيوتشي، يمكن هي خطة من عنده. بس المفاجأة ان قائد فريق كي جوزو هو اللي مخطط لكل ده، كان عامل خطة بسيطة وذكية انه هو اللي هيبقى المطارد وهو وظيفته انه يستخبى، اما بقية فريقه اللي هم هاتورو وتشانو وشينوما وباناري، واو اسامي تشيل. بس التيم بتاعه هم دول اللي هيبقوا الملاحقين، عشان يفوزوا لازم يلاحقوا الملاحقين من التيم المنافس. يعني ايه برضو؟ يعني لازم يجروا ورا يوتشي والبنت ماريا، ما يسيبوهمش ويبعدوا عن تنجي خالص دلوقتي. الله، مش ده غريب؟ مش المفروض هما يدوروا على تنجي عشان يفوزوا باللعبة؟ يب، بس كده يا صاحبي هما اللي هيفوزوا، انهم مجرد ما يلاقوا يوتشي والبنت ماريا كده فازوا خلاص، لان تنجي المطارد وهو دايما مستخبي في مكانه ممنوع يتحرك من مكانه، ومفيش لا اكل ولا مية لتنجي، ولازم يوتشي يرجع له عشان يوصله الاكل. التيم المنافس هنا مسك يوتشي ومراقبه هو وماريا، ومجرد بس ما يرجع لتنجي هيفوزوا باللعبة بسهولة. ديم يا الخطة النارية. والفريق كي طبعا ليهم الافضلية لان قائدهم اصلا مستخبي في مكان ما حدش يعرفه اصلا. الباقي اللي هم الاربعة يقدروا يهربوا بسرعة جدا من يوتشي وماريا لقائدهم ويغفلوهم طبعا ويرجعوا لهم طبعا بالاكل وكده. الوقت ده تنجي قاعد يهلوس للاسف، وقاعد يتخيل ان يوتشي رجع له بالاكل والمية، وإنه بيقول له تفضل يا صاحبي انا رجعت لك اهو بالاكل، خد بقى واشرب وريح نفسك. يا سبت علي يا اخي، تراني اتأثرت والله. في الوقت ده كان يوتشي اصلا مع ماريا مراقب للاسف من الفريق كي، وماريا اتصلت بالاداره وبتقول لان هي اصلا المراقبه ليوتشي بتراقب كل تحركاته، بس بتقول لهم ان يوتشي ده خبيث ومقرر ومخطط لخطه رهيبه مختلفه تماما. اوبا، الخطه القويه في الطريق.
فبس يا صاحبي ده كان الملخص الثاني من توموداشي جيم، وان شاء الله مكملين فيها. بس لما تنزل الحلقات اول باول، لان الحلقات حاليا لسه بتنزل، يعني الانمي في 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 البدايه، فاهم قصدي؟ فانا بحاول الخص لكم الحلقات الموجوده حاليا، واكيد ان شاء الله هنزل لكم التلخيصات لبقيه الحلقات لما تنزل باذن الله. فالمهم اخبط زر لايك، واكيد يا ابو صاحب لازم تشترك معانا عشان تجيك بقى الاشعارات الجديده للتلخيصات الجديده. انا وان شاء الله انشر عن انميات جديده في الفتره دي. المهم اخبط زر اللايك ويلا نشوفكم على خير بقى في فيديوهات الجايه. Peace out man.